فيديو النهاردة هيبقى second episode من هاي جيرلز، عاملين ايه؟ I hope everyone is safe و healthy واخدين بالكو من نفسكو كويس. فيديو النهاردة هيبقى second episode of السيريز اللي انا بدأتها اللي اسمها makeup tips and tricks. الابيسود الاولانية كانت عن how to choose your foundation، فيديو النهاردة عن الاي شادو. فا if you're interested please keep on watching، ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي هبة، welcome to my channel. لو عجبكم الكونتنت بتاعي بليز ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا النوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على كل السوشيال ميديا اكونتس، كل اللينكس هتبقى في الديسكريبشن بوكس داون بيلو. من غير رغي كتير يلا نبدا الفيديو. طيب انا الفيديو ده هحاول اي تيرمز بالانجلش هقولها هحاول اكتب هنا تحت الترجمه بتاعتها بالعربي، بس عشان بيجي لي كومنتس ان الناس عايزه التيرمز بالعربي. انا شايفاكي اللي بتقولي مش عاجبك الانجليش، ها؟ هحاول برضو وانا بشرح لكم، لان هو الاي شادو محتاج شرح كتير في الابلكيشن، في اماكن حططان كل حاجه فين والكلام ده، فانا هحاول على جنب كده او الجنب ده او الجنب ده، هحط لكم صور فيها شرح للي انا بقوله. وانا متاكده ان انتم مش هتتعلموا كل الاي شادو من فيديو واحد بس، اكيد يعني كل الحاجات اللي انا هقولها النهارده زي الكلام النظري عن الموضوع، بس ممكن في فيديو تاني اعمل لكم ازاي بقى تحطوا الاي شادو الابلكيشن بتاعته، انهي فرش والكلام ده. النهارده هنتكلم بقى كده بس عن الثيوري بتاعت الموضوع، وكالعاده زي الفيديو بتاع الفاونديشن اللي فات مجهزه كل نوتس هنا عشان افتكر كل حاجة عايزة اقولها وما انساش حاجة. طيب اول حاجة عايزة اقولها، انا زي اي بنت في الوجود كنت شايفة ان الايشادو ده حاجة صعبة جدا، واللي هو حاولت كذا مرة وفشلت، وكان فشل ذريع يعني، واللي هو حطيت في دماغي انه خلاص انا عمري ما هتعلم حطزان الايشادو خلاص، وهعتمد على الايلاينر مثلا والمسكرة وبس. بس اكتشفت ان الايشادو ده زي الايلاينر بالظبط، محتاج براكتس، محتاجة تحط كتير، شغل ايدك زي الرسم، زي اي حاجه في الدنيا محتاجه براكتس. حاجه كمان عايزه اقولها، هو الاي شادو عباره عن لايرز، طبقات طبقات طبقات، مش طبقات اللي هي حاجات كتير فوق بعض، لا، ازاي تحطي الالوان على بعض او جنب بعض او كده بحيث يدي الايفكت اللي احنا عايزينه يطلع شكله حلو في الاخر. فهي اللايرنج ده هو الفن في الموضوع. طيب اول حاجه مهمه في حططان الاي شادو هو البرايمر، مش الاي شادو بقى، البرايمر، او ازاي ان انت تجهزي جفنك او عينك ان انت هتحطي عليها اي شادو. فاول خطوه دي هي الاي شادو برايمر او الاي برايمر واتيفر اسمه ايه، ده مهم جدا 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 مليون مره ان انت ما تحطيش الاي شادو على عينك كده على طول. طيب بيعمل ايه بقى الاي شادو برايمر ده؟ بيمنع الكريسنج. ايه الكريسنج ده؟ اللي هو خلينا نقولها ازاي، كلكع مثلا، انا مش عارفه ترجمتها ايه بالعربي، بس الكلكع اللي هي يعني المكان الخط ده هنا لما تيجي تعملي كده تلاقي الالوان باظت في الحته دي، يعني وانت فاتحه عينك عادي كده مش باين حاجه، بس لما تيجي تغمضي عينك الخط ده الاي شادو هيبقى فيه بايظ، من بقى دهون جفنك بيطلعها، عرق، اي حاجه. الاي شادو برايمر بيمنع الكريسنج ده. الاي شادو برايمرز معظم اللي موجودين في الماركت بيبقوا ليهم بيجمنت او لون مش شفافين، في منهم شفافين وفي منهم او معظمهم اللي بلون زي الفاونديشن كده ليها لون، يعني لون الجلد، فده ميزته ان هو بيغطي اي سواد فوق عينك، اي عروق باينه، اي حمار، يعني whatever discoloration اللي فوق عينك ده بيغطيه، فبيدي بيس حلو للاي شادو ان الالوان تبان عليه حلو. والاي شادو برايمر بيبقى الملمس بتاعه ستيكي او بيلزق شويه، فده بيساعد على ان الاي شادو يثبت مكانه وما يتحركش كتير مع العرق برضو والدهون اللي بتفرز فوق الجفن. هقول شويه اوبشنز للاي شادو برايمرز اللي بتتباع عامه، وهحط لكم صورتهم هنا برضو او هنا مطرح ما احط الصور على الشاشه سموير علشان تبقوا عارفين شكلهم. اول واحد وده المفضل بالنسبه لي اسمه ماك برولونج وير بينت بوت، وده يعني بيبقى فيه منه شيت عشان زي ما قلت لكم يغطي اي discoloration على عينيكم. تاني واحد هو فيه لون بس خفيف قوي، يعني هو كبيز للاي شادو حلو، بس هو يعني لو عندك discoloration فوق عينك مش هيغطيها قوي، بس ستيل هو بيز حلو. الاربن ديكاي برايمر بوشن في منه كذا نوع، بس الاوريجينال اللي هو اللون موف هو الاحسن واحد.
في الأناستازيا بيفرلي هيلز آي برايمر، وفي كمان النارز برو برايم سماتش بروف آي شادو بيز، وده برضو في ألوان. اللي أنا استخدمتهم الماك برو لونجوير بين بوت والأربن ديكي. ما جربتش بصراحة الاتنين التانيين، بس يعني أسمع عنهم كلام كويس. للأسف كل دي براندز غالية، وما أسمعتش حد اتكلم عن ايشادو بيز دراج ستور او من الماركات اللي هي ارخص شوية. انا رأيي حوشي واستثمري في ايشادو بيز، حلو، هيبقى استثمار حلو جدا ليكي وهيقعد معاكي كتير، يعني مش اللي هو حاجة غالية وهتخلص بسرعة، لا خالص. وانا عارفة ان ناس كتير بتستخدم كونسيلر كايشادو بيز، انا رأيي ان ده مش صح. ليه بقى؟ الكونسيلر الفورميلا بتاعته المفروض انها تدي هايدريشن للبشرة، فمعناها ان هي بيبقى فيها مثلا نسبة اويلز او حاجة ترطب البشرة، فلما تيجي تحطيها على جفنك وهو جفنك مثلا دهني هيخلي الموضوع اسوأ بالنسبة للايشادو. يعني بدل ما يساعدك ان الايشادو يثبت، هيساعد الايشادو ان هو يكلكع زي ما قلتلك تحت الخط ده. انا عارفة ان الكونسيلر اوبشن رخيص، بس يعني انا رأيي انك استثمري في ايشادو بيس حلو، بدل مستخدمي كونسيلر وفي الاخر الايشادو يبوظ منك ويبقى شكله مش حلو. لو انت متأكدة ان جفونك مش دهنية، استخدمي كونسيلر على ضمانتك. بس انا رأيي ان الايشادو برايمر ده احسن حل. طيب تاني خطوة بعد الايشادو بيس او الايشادو برايمر، وهي خطوة اوبشنال 100%، يعني مش لازم تعمليها خالص، ان احنا بنجيب ايشادو فاتح لون الجلد نثبت بيه الايشادو برايمر. بالنسبه بقى للايشادو نفسه، زي ما قلت لكم في الاول هو عباره عن لايرز. الترتيب الصح لللايرنج بتاع الايشادو انك تبداي من اللون الافتح وانت داخله على اغمق، يعني من فاتح لاغمق بالتدريج طبعا. فاول درجه بنستخدمها هي اللي بتبقى درجه افتح درجه في الايشادو لوك اللي احنا هنعمله، اسمها ترانزيشن شيد. معناها ايه؟ معناها ان دي الشيد الشادو بيز، او يعني ده اللون زي البيز بتاع بقية الاي شادو شيد. تاني هعيد من الاول عشان حاسه اني لخبط. الترانزيشن شيد اللي هي بتبقى زي الاساس، اللون الاساس لباقي الالوان الاي شادو، ودي في الغالب بتبقى درجة او درجتين اغمق من لون الجلد. مش لازم تبقى لون الجلد ازم بيج، يعني لا، اللي هو يعني تبقى باينه، ما تبقاش غامقه قوي 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 ولا فاتحه قوي ان هي ما تبانش، بتبقى درجه او درجتين اغمق من لون الجلد. انا هحاول اجيب ايشادو باليت كده اوريكم اللي انا بتكلم عليه. يعني مثلا في الايشادو باليت دي ممكن ايه يبقى ترانزيشن شيد، طبعا على حسب لون جلدك، بس بالنسبه لي مثلا ده ترانزيشن شيد، ده ترانزيشن شيد، ده ترانزيشن شيد. فاهمين قصدي؟ اللي هي الدرجات تبقى فاتحه بس اغمق من لون جلدي شويه، يعني تبان على لون جلدي. اللي انا حطاه مثلا هنا اللي هو افتح درجه انا حطاها فوق خالص، يعني لو ركزتوا كده هتبقى هي اللي حوالين كل الاي لوك، هي الدرجه دي، ده اللي انا حطاه. تاني خطوة، وهي ممكن تبقى تاني وتالت ورابع على حسب عدد الالوان اللي انت هتحطيها، ايه الكريس شيد. دلوقتي انا عملت اللون الترانزيشن اللي هو اللون البيز او الاساس بتاع الايشادو لوك، عايزة ابتدي بقى اعمل شادو او ديفينيشن، عايزة احدد شكل العين، شكل الجفن هيبقى عامل ازاي، الكريس اللي هي التانية اللي في العين دي. فدايما عشان ابينها بعمل بعد ترانزيشن شيد بقى اجيب درجة اغمق، يعني لو انا حطها البينك دي ممكن تبقى بينك اغمق، او كل واحد حر بقى يستخدم اللي هو الالوان اللي عايزها، بس تبقى اغمق من الدرجة اللي اوريدي اتحطت. خلاص عملنا الترانزيشن وبعدين الكريس اللي هو اللون اللي هو الغامق الاغمق شوية اللي بيحدد لي شكل العين. احنا كل ده حطينا البيس وبعدين عملت بقى تحديد لشكل العين، عايزة بقى احط حاجة على الجفن نفسه، الايليد او اللي هو اللي بيسموه الجفن المتحرك، اللي هو الحتة بقى اللي من تحت الكريس، من تحت الخط ده لحد الرموش، الحتة اللي هي الجفن المتحرك دي. ودي في الغالب ممكن، يعني ممكن تبقى اي حاجة، بس في الغالب يعني لو عايزة تحطي لون شمر او جليتر او بيلمع هيتحط على الايليد. نيجي بقى لللور لاش لاين، الخط الرموش اللي تحت. ناس كتير ما تعرفش ان هو لازم يتحط عليه اي شادو، مفيش حاجه لازم طبعا، كل واحد حر، بس يعني بيبقى شكله حلو لما ان انت تعملي الاي شادو فوق وكمان تحت.
انا بالنسبه لي دايما او في معظم الاحيان ما بحطش الشيمرز تحت خالص، اي الوان ما اتحطيتها فوق بعمل لها نفس الليرينج بس تحت. اللون الغامق هو اللي بيبقى اقرب للرموش، وبعد كده اللون الافتح او الترانزيشن هو اللي بيبقى اوسع شويه او يعني ابعد شويه من اللاش لاين، زي ما عملنا فوق بنعمل تحت. بالنسبه بقى للانر كورنرز والبراو بون، بتجيبي بقى لون فاتح زي لون الهايلايترز اللي بتحطيها هنا، بس ممكن يبقى فيه في الباليت زي ما انا عامله مع اللون ده، هو اللي في الانر كورنر. والبراو بون بفرشه صغيره وبقوم حطها كده على البراو بون. بس خدي بالك بقى وانت بتعملي هايلايت للبراو بون ان هو حواجب بتبقى مثلا عامله كده وبعدين نازله، هي اعلى حته من هنا ما تخشيش كده، هنا هيبقى شكلها غريب قوي، لكن في الحته اللي هي اوريدي الحاجب فيها بيعلى هي دي اللي تتعمل لها هايلايت. وهي حاجه مش ضروريه بس انا شايفه انها بتدي شكل حلو قوي لاي اي شادو لوك حتى لو كان خفيف، بتفرق في شكل الوش جامد قوي وبتحسي انك صاحيه كده ومفوقه. اخر حاجه هتكلم عليها في فيديو النهارده هي اشكال الاي شادو او الستايلز بتاعت الاي شادو. طبعا في يعني infinite number of eyeshadow styles، بس بنتكلم في البيزك. ممكن تبقى gradient زي اللي انا عاملاه ده اللي هو غامق من بره وفاتح من جوه، وفي الهيلو اللي هو بيبقى غامق من بره ومن جوه وفاتح من النص، وفي السموكي اللي هو بيبقى درجة واحدة، مش درجة واحدة، مش لازم درجة واحدة يعني، بس بيبقى اللي هو العين كلها سموكي يعني. هحط لكم صوره عشان تفهموا قصدي. في طبعا كات كريس وهاف كات كريس وحاجات تانية كتير، بس يعني دي مش في الوان وان، مش في الاي شادو وان وان، خلينا نتكلم عليها في فيديوهات تانية بعدين. المهم ان احنا نتعلم الحاجات الاساسيه الاول وبعدين نغير بقى ونلعب بقى في الاي شادو براحتنا. والثلاثه اللي انا اتكلمت عليهم دول ممكن يبقوا كلهم مات وممكن يبقوا فيهم شيمر زي اللي انا عاملاه. ممكن اوريكم كده على ايدي توتوريال على ايدي. ممكن نعمل ناخد ده ترانزيشن مثلا اللون ده، معرفش طبعا هتشوفوه ولا لا، بس يعني let's say هنحاول ارسمه على ايدي اهو. ناخد تاني عشان يبان مثلا ده ترانزيشن، عايزين نغمقه نجيب فرشة اصغر ونجيب لون اغمق، عايزة اغمقه اكتر فاقوم واخده لون اغمق كمان. ممكن الايشادو يخلص على كده، وادي كل الدرجات اهو. ممكن انا مش عايزاه يبقى مات، اجيب لون شيمر ذهبي مثلا واقوم حطاه كده، بس ممكن يبقى كله مات، مش شرط ان هو يبقى فيه شيمر خالص، في ناس ما بتحبش الحاجات اللي بتلمع عامه، فتقدري نفس الستايلز اللي انا قلت عليها ممكن تبقى فيها شيمر او كلها الوان مات من غير اي شيمر. بس ده كان فيديو النهارده، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ومتنسوش كمان تشغلي النوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكوا نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. ولو استفدتوا بليز اكتبولي في الكومنتس. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.